بعد 50 عاما على إعدامه، نشرت للمرة الأولى اللقطات المصورة لإعدام العميل الإسرائيلي إلي كوهان في ساحة المرج في دمشق عام 65. اللقطات التي تعرض للمرة الأولى كشفت عنها صفحة على فيسبوك باسم Syrian Art Treasures، ويعتقد أنها سرقت من أرشيف الدولة السورية خلال المعارك الدائرة في البلاد. كوهان الذي عرف قبل اكتشاف عمالته بكامل أمين ثابت، ولد في الإسكندرية عام 24 لعائلة يهودية موالية للحركة الصهيونية. عاش ودرس في مصر حتى اندلاع حرب عام 56 إلى تل أبيب. في عام 62 توجه إلى دمشق بطلب من الموساد وأعطي هوية مزورة، وطلب إليه بناء علاقات رفيعة المستوى مع القيادات السياسية والعسكرية السورية. نجح كوهين في ذلك ليصل إلى موقع مقرب إلى وزير الدفاع السوري أنذاك، اللواء ممدوح جابر. على أن عمالة كوهان لم تدم طويلا، فثمت من كان يخترق دوائر القرار الإسرائيلي من الجهة العربية. هناك اخترق بعض الدوائر السياسية حتى لعبت الصدفة دورها، فرأى عميل مصري في إسرائيل صورة له مع يهودية. سألها: من هذا؟ قالت: زوج أختي. ليلتها طارت رسالة إلى القاهرة، وبعدها بأيام كان ملف إلي كوهين بين يدي الرئيس السوري آنذاك أمين الحافظ. في مايو آيار عام 65 شنق جاسوس إسرائيل في دمشق أمام 10,000 متفرج. أما الذي بعث الرسالة من تل أبيب فلم يكن سوى جاك بيتون، رأفة الهجان. بعد أكثر من 50 عاما على إعدامه، ظهرت صور إعدام العميل كوهان، لكن كم من كامل أمين ثابت يسرحون ويمرحون في دوائر القرار العربية؟ آدم شمس الدين، قناة الجديد.